السلام عليكم، كيف حالكم متابعينا؟ معاكم هشام، واليوم هنتكلم عن جهاز الدي 3U او ما يسمى بالداش كام من شركة رود ماستر. حنستعرض معاكم اهم ميزات الجهاز، طريقة تركيبه داخل السيارة، وطريقة ربط الجهاز بتطبيق تي كار. خليكم معانا. ايش هو الداش كام؟ الداش كام ازدادت شعبيته خلال السنتين الاخيره بسبب فوائده العديده. ببساطه هي كاميرا تركب على لوحه قياده السياره او على القزاز، مصممه لتسجيل الاصوات والصور اثناء القياده. ليش نحتاج الداش كام؟ الداش كام نحتاجه في اشياء كثير، من اهمها الحوادث. لا قدر الله في حال صار معك حادث، الداش كام يعتبر دليل مصور عن الحادث، وكمان حتسجل لنا كامل الرحلة في أي يوم أو في أي وقت. طول ما السيارة شغالة الداش كام جالسة تصور، وكمان حنقدر نحفظ الصور والفيديوهات على الكلاود الخاص فينا بتطبيق تي كار. بالنسبة لطريقة التركيب، حنجيب المحول نشبكه في مكان مدخل الولاعة. بالنسبة لتركيب القاعدة، حننزل المكبس هذا، وبعدين حنحط شوية موية هنا، بعدين حناخذها على الإزاز نثبتها، نضغط، وإحنا ضغطين حنرفع المكبس مرة ثانية، بعدين حنفك يدنا حتكون ثبتت. بعدها حنجيب الداش كام، حنركب المكانين هذول هنا. بعد ما سويناها هنعدل الكاميرات، هذه الكاميرا اللي تصور قدام، وهذه الكاميرا اللي تصور داخل السيارة. بعدها حناخذ السلك نركبه في الداش كام، وكذا حتكون الداش كام اشتغلت معنا. في حال احتجت مساعدة توجه إلى أي مركز رود ماستر، وحتم مساعدتك من قبل خبراء الصيانة. جهاز دي 3U هو أحد أقوى أجهزة تصوير الطريق في السعودية. من مميزاته الأساسية مقاس الشاشة 3 إنش. الجهاز يحتوي على كاميرتين، كاميرا أمامية وكاميرا لتصوير مقصورة الركاب. الكاميرتين تدعم Full HD وتقدر تبدل بين الرؤية بالسهم فوق. في القائمة تقدر تختار دقة التصوير، حيث يكون عندك الكاميرتين Full HD أو الكاميرا الأمامية. تداول فيديو المقصود فيها اللوبينج، اللي هي كل فيديو كم دقيقة حيسجل، دقيقة أو 3 دقائق أو 5 دقائق، بعدها حيبدأ الفيديو الثاني. وفي حال خلصت مساحة SD حيمسح أول فيديو ويرجع يسجل بداله فيديو جديد. WDR أو هي البعد البؤري الواسع، اللي هي حتصور الكاميرا بزاوية واسعة بحيث أي شيء جنبك حيبين معك. كشف الحركة أو ما يسمى الموشن سنسر، الخاصية هذه حتحافظ على مساحة SD عندك عشان ما تضيع الفاضي. فإذا ما كان في أي حركة بالأمام أو جوا مقصورة الركاب، الكاميرا حتوقف تصوير تلقائيا. وبعدها إذا صار في أي حركة داخل السيارة أو خارج السيارة، الكاميرا حترجع تصور مرة ثانية تلقائيا برضو. حساسية الاصطدام أو ما يسمى بالجي سنسر، الخاصية هذه تساعدك في حال لا قدر الله صار معك حادث، الفيديو ما حيضيع. أول ما تهتز السيارة الكاميرا تحس في اهتزاز السيارة، حتحفظ الفيديو تلقائيا بدون ما تضطر أنت تحفظ يدويا، وحيكون الفيديو موجود عندك بحيث أنك تقدر ترجع له في أي وقت. من هنا نقدر نغير التاريخ والوقت، وهنا نقدر نختار اللغة. والداش كام تدعم لغتين، العربي والانجليزي. الداش كام برضو تدعم ذاكرة داخلية حتى 128 جيجا بايت، وفيها اسلاك AV out، بحيث كنا حابين نشوف الفيديوهات على شاشة التلفزيون. الداش كام تحتوي على 3 وضعيات. وضعية الفيديو هي الوضعية الافتراضية اللي تشتغل اول ما تشغل الداش كام، وفي وضعية الصور، وفي وضعية التشغيل. وضعية الفيديو حتصور فيديوهات طول ما السيارة ماشية، الفيديوهات جالسة تسجل. لوضعية الصور، إذا نبغى نخش عليها حنضغط على زر المنيو ضغطة مطولة،
حيحول عندنا على وضعية الصور، نقدر نتأكد من هنا، نحرك الكاميرا على الاتجاه اللي نبغاه مثلا زي كذا، إذا ضغطنا أوكي الكاميرا حتاخذ صورة. ناخذ صورة ثانية، صورة ثالثة. بعدها نبغى ندخل على وضعية التشغيل، برضه نضغط مرة ثانية ضغطة مطولة، حيدخل عندنا على وضعية التشغيل. حنقدر نتصفح الصور اللي صورناها ونقدر نشوف الفيديوهات، نقدر نسرعها، نقدر نشوف الفيديو كامل في هذه الوضعية. حبينا نطلع نرجع لوضعية التشغيل، حنعلق مرة ثانية وضعية الفيديو، حترجع عندنا وضعية الفيديو، حنضغط هنا حيرجع يصور مرة ثانية. تقدر تشغل واي فاي بالداش كام طريقتين. الطريقة الأولى هي أنك تضغط على السهم مدة 3 ثواني حيشتغل معاك الواي فاي، حيطلع عندك هنا اليوزر نيم والباسورد. الطريقة الثانية أنك تدخل المنيو، تنزل تحت على كلمة واي فاي أوكي، بعدين فتح أوكي، حيشتغل عندك الواي فاي، حيطلع عندك اليوزر نيم والباسورد. الحين حنتكلم عن تطبيق تيكار وكيف نربط الداش كام في التطبيق وكيف نستعمله. أول شيء حندخل على الأب ستور أو جوجل بلاي إذا كان جوالك أندرويد، حنبحث عن تيكار، حيطلع لنا البرنامج حنحمله وبعدين حنفتحه. بعد ما نفتح حنختار ساين أب، ندخل الاسم، بعدين نختار الدولة، بعدين حنحط رقم الجوال. أهم شيء في رقم الجوال يكون بدون الصفر. رقم الجوال هذا حنسجل دخول فيه، ولازم يكون الجوال فعال وصحيح لأنه حيجينا كود التفعيل عليه. بعدين حنختار العملة، بعدين حنحط تكلفة الوقود، في هذه السيارة حتكون ريال و53 هللة. بعدين حنختار الباسورد، بعدين نأكد الباسورد، تشيك نيكست ستيب. بعدها حيجينا كود على الجوال، حندخل الكود الموجود هنا. بعد ما يجينا رمز التفعيل حتطلع عندنا المعلومات هذه نعبيها. هنا حط رقم اللوحة، بعدين حنختار ماركة السيارة والموديل، بعدين حنختار فئة الماكينة، بعدين حنحط ساعة الماكينة، بعدين حنحط السيارة كم ماشية. حنسمح له يستخدم اللوكيشن، بعدين حندخل على DVR. بعد ما ندخل على DVR لازم نشبك الداش كام في الجهاز. إذا نبغى نشبك الداش كام في الجهاز حنشغل الواي فاي من الداش كام، وبعدين حنطلع على Settings، حندخل على إعدادات الواي فاي، حتطلع عندنا تيكار، حنختارها وحنحط الباسورد اللي موجود في الداش كام. بعدها نضغط على الكاميرا أو علامة السهم، حيطلع عندنا 4 خيارات: Live Rendering، الفايل فولدر، الكلاود، وترافل. نبدأ باللايف ريندرينج. الخاصية هذه حتخليك تشوف الكاميرا إيش جالسة تصور من داخل جوالك. هذه الشاشة حاليا تقدر تصور فيديو وتحفظه جوا جوالك. وبنفس الوقت تقدر تاخذ صورة. الخيار الثاني فايل فولدر، في المكان هذا حتحصل كل الفيديوهات اللي موجودة في الداش كام اللي صورتها، حتقدر تستعرضها وتشوفها، وحتقدر ترفعها على الكلاود الخاص فيك. من السهم هذا حتقدر ترفعها على الكلاود، وهنا تقدر تصفحها وتشوفها.
طبعا قبل ما ندخل على الاي كلاود حنرجع القائمه السابقه، حنضغط على الزر اللي هنا، بعدين سبسكريبشن او الاشتراكات، حتطلع عندنا جميع الاشتراكات المتوفره، حيطلع عندنا سعر الباقه، كم جيجا تعطينا، وكم يوم. طبعا جميع الباقات لمده 30 يوم، وجميع الباقات تقدر تجربها لمده اسبوعين بدون ما تدفع شيء، ما عدا الباقه الاخيره اللي هي حتعطيك 1 جيجا بدولار واحد لمده 180 يوم او 6 شهور. حنختار الباقة اللي تناسبنا، حنضغط upgrade plan، حيطلع لنا try free for 2 weeks، حنضغط عليها. أنا حاليا مشترك في الباقة، حيطلب منك تفعيل البصمة عشان تدفع بالآيتونز أو بالجوجل بلاي إذا كان جوالك أندرويد. حنشترك بالباقة ونرجع على الملفات. حنختار الفيديو اللي حنرفعه، وهنا لازم نتأكد إنه يكون عندنا واي فاي أو 4G شغال. حنضغط على رفع الفيديو وحنستنى لين يخلص. بعد ما يخلص رفع الملفات على الكلاود حندخل على الكلاود، حنشوف الملفات اللي رفعناها موجودة هنا أو نشاركها على أي مكان ثاني. نقدر نرسلها في الإيميل، في الواتساب. آخر نقطة حابين نتكلم عليها، في اللايف ريندرينج تقدر تعدل إعدادات الداش كام من داخل جوالك. هنا عندك الرؤية، حنضغط على السيتينجز، حنشوف اسم الكام، الباسورد، وهنا دقة الفيديو، فترة اللوب، ونقدر نعدلها من داخل الجوال. وبالأخير حابين نذكركم أن منتجات رود ماستر عليها ضمان سنتين. إذا حابين تطلبوا المنتج أو إذا كان عندكم أي استفسارات تقدروا تتواصلوا معنا على الموقع الإلكتروني أو على وسائل التواصل الاجتماعي. لا تنسوا اللايك، شير، سبسكرايب، وفعلوا التنبيهات، ونشوفكم على خير.